السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض تيست كيت وايه المزايا اللي فيه. طيب اول حاجة هنعملها ان احنا نحدد المكان اللي احنا عايزينها، مثلا كايرو. ونشوف بقى لو في اي مكان فاضي ممكن نعمل فيه المشروع، وليكن مثلا هنا عشان جنب النيل، وهقول له انا عايز ابني مثلا هنا اهو السايد بتاعي، هيبقى هنا لهنا لهنا بالشكل دوت. هو بدأ يوضحهم لي. خلي بالك ان انت اول ما بتبدأ تحرك هو بالذكاء الاصطناعي بيبدأ ايه يقسم ويشوف المكان ده كله ممكن يستخدمه ازاي. ممكن تقول له انا عايز سلايد سايت، ونقسم من هنا مثلا لهنا، فده يبقى سايت وده سايت، والسايت ده ممكن نعمل عليه سيليكت ونختار مثلا يكون اي حاجه من الحاجات اللي هنا، ممكن سبيس اوفيس مثلا، او نخليه مثلا يعني تقدر تشوف ايه المساحه هتستخدمها في ايه، حديقه مثلا. تمام. وممكن نيجي هنا نحط له بعض الاشجار لو احنا عايزين، وممكن هنا نشوف لو هو كذا دور تطلع للدور اللي فوق. طيب انا دلوقتي عندي دي زي ما انت شايف دي كده قطع لي المبنى مثلا او كده. لو انا عملت سيلكت بيبدا يقول لي اليونت ديت القصص بتاعتها، اليونت اللي جواها او بيلدينج اليونت، بيبدا يجيب لي معلومات عنها. طيب انا عايز ادخل جواها بقى واغير فيها، فتعمل سيلكت وتقول له ايديت يونت، فبدا يجيبها لي بالاشكال ديت. كل انت بقى تشوف اي واحد فيهم انت عايزهم، وتقدر تضيف لو انت حابب تضيف بيلدينج اخر. طيب انا عملت سيلكت اهوت، وتقدر تتحكم فيها تحذف او تزود لو انت حابب. تقدر تدخل على واحده فيهم وتختارها وتبدا تعدل فيها برضو، ممكن تعدل الخصائص بتاعتها بالشكل دوت. ممكن اختار مثلا دوت واقول له لا ده انا عايز اغير نوع لكذا. تقدر تعدل في اليونت زي ما انت عايز. وتقدر تزود عدد الفلور، تقدر تزود الستيركيس اوفست، تقدر الدبس بتاع الستيركيس. طيب لو انا عايز ادخل جوه واحده فيهم وابدا اعدل فيها، فممكن تيجي هنا في الايديت يونت تلاقي نفسك دخلت هنا. تقدر تعدل الاماكن بتاعت البلكونه بالشكل دوت، تقدر انت تكبرها بالاشكال ديت، تقدر انت تتحكم فيها. وكل ما بتعدل اي حاجه هو اوتوماتيك بيعدل لك هنا. تقدر تعدل الاسم، تقدر تعدل الايدج اللوكيشن الاوفست الويدث زي ما انت عايز. هو اوتوماتيك عدل لك السايد، وتقدر تحط صوره باك جراوند لو انت عندك تقسيم معين عايز تشتغل عليه. ممكن اقول له عايز ارجع للتقسيمه الرئيسيه، وهنا بيجيب لك الداتا بيس هيلث قد ايه. ممكن تختار اي واحده فيهم وتبدا ان انت تعدل على التصميم زي ما انت عايز. وزي ما انت شايف هو بيعدل لك كل المعلومات لو انت حابب. طيب بعد كده هنقول له باك تو بيلدينج، باك تو داتا بيس. تقدر انت تشوف انت عايز توصل لفين اهوت. بعد كده لو قلت له فايل وانت عايز تسيف المشروع بتاعك هتسيفه ار اس دي، ولو انت عندك سكتش اب او ريفيت بتلاقي ان انت تقدر تستورد المعلومات. تمام. لو انت قلت له فايل سيف او سيف از وسميت الاسم اللي انت عايزه، احنا لسه مخلصناش الشغل بس يعني فرض ان انت خلصت تيست 1 ورحت للريفيت وقلت له عايز ابدا مشروع جديد، وقلت له اوكي. تقدر من هنا تقول له امبورت بروجكت وتروح مدخل المعلومات اللي انت عايزها من المشروع. هتقول له براوس وتبدا تختار الملف. تمام. ده الاوتو سيف مش الملف اللي احنا كنا بنسيفه. طيب الملف اللي احنا كنا بنسيفه فين؟ كان موجود على دوكيومنتس اهوت.
وبتبدأ بقى تختار ايه الحاجات اللي انت عايز تاخدها معاك وتقول له. فهيظهر معانا بشكل دوت.